بسم الله الرحمن الرحيم. هعرض لكم العملات التذكارية دلوقتي، ممكن تكون مع حد معاكم او حد يفرط فيها واول مرة ممكن تشوفوها وحد يعرضها لكم، فارجو انكم تتابعوا الفيديو للاخر، واللي معاه عملة زيها يعرف سعرها كام لانها نادرة. دي عملات تذكارية ومناسبات واعياد وكلام من، ولو عايزين اعرض لكم المجوهرات دي اللي هي من الزمرد والحاجات دي اللي هتبقى في فصوص الخواتم او عملات ذهبية، اكتبوا لي في التعليقات اعمل لكم فيديو اتنين للحاجات النادرة دي لانها بفلوس جامدة برضو زي ما انتم شايفين. شوف بكام، يعني الحاجات دي بتعمل الوفات الوفات وبتعمل فلوس كويسة. فنبدأ على بركة الله في العملات التذكارية. اول عملة معانا 1 جنيه مرور 50 عام للقوات الجوية النسر العسكري 1982، عام 1982 اتقيمت $149.5. 50 عام مرور على القوات المسلحة، اللي معاه زي العملة دي يحافظ عليها. العملات التذكارية بتجيب فلوس يا جماعة، مش هكرر وأعرض لكم كتير منها في حلقات كتير بفيديوهات كتير. 1982 ب149 لشركة المنتجات المصرية، شركة بيع المنتجات المصرية، الشركة المصرية ب149، 1 جنيه 1982 المنتجات المصرية. تمام. 5 جنيه 1984 جمهورية مصر العربية، ماشي، اللي هي دورة الألعاب الأولمبية. 5 جنيه الأولمبيات الصيف 1984 $316، 316 دولار. 5 جنيه للآلهة الدائمة نيث 1994 $255، اللي معاه زيها انا بجيب لكم الاشكال وش وظهر علشان اللي معاه زيها. 5 جنيه للآلهة الدائمة نيث 1994 $255، شكلها اهو وش وظهر. 5 جنيه بطولة مصر الأمم الأفريقية لكرة القدم 1986 $358.5، عام 1986 بطولة مصر الأمم الأفريقية لكرة القدم $358، وش وظهر اهي قدامكم عشان محدش يقول. وأعرض لكم كتير العملات دي، كتير جدا، كتير كتير قوي منها، هعرض لكم كتير منها. 1 جنيه فضة للعمال المختلفين من منظمة الأغذية والزراعة $222، مصر 1 جنيه 222، $222، 1977 ل1397. 1 جنيه منظمة الأغذية والزراعة، المرأة تبحث في المجهر، الشكل ده غير الشكل ده، في اللي فاتت غير دي، دي غير دي، $149.5، $149. تمام. 1978 $149.5. 5 جنيهات 1994، شوف شكل العملة جميل اوي ازاي، ممكن يكون معاك من $235، عملة فضية ومقاومة. 5 جنيهات ذكرى يعني $235، 1994 عام. 1 جنيه إعادة فتح قناة السويس، دي غير التانية خالص، غير في فتح قناة السويس تانية، دي 3 سفن، هتلاقوهم 3 سفن $119، عام 1981 جنيه 1، جمهورية مصر العربية $119، إعادة فتح قناة السويس. تمام. 50 قرش
50 قرش. عيد الجلاء، عيد الجلاء مصر، الشعلة، الشعلة وسلاسل مكسورة ب$313.5، $313، 50 قرش. عيد الجلاء 1956، عام 1956 ب$313.5، 5 جنيهات. كأس العالم 14 لكرة القدم ب224، 1990، عام 1990. كأس العالم 14 لكرة القدم ب224، 5 جنيهات. ذكرى لكأس العالم. كأس العالم إيطاليا 1990، دي غير دي، الشكل غير الشكل، ب$265.5، 1990. كأس العالم 14 لكرة القدم ب$265.5، الشكل غير الشكل، خدوا بالكم. دي مجموعة من الفضة، جنيه واحد جامعة عين شمس، وجنيه جامعة القاهرة، ومترو صبواي ب$200، التلاتة مع بعض عاملين $200، ومصورهم ليك وش وظهر علشان لو معاك العملة يبقى زيها بالضبط. تمام، التلاتة ب$200. معاهدة السلام، السادات، عام 1980، خد بالك هيجي شكل تاني، ب$259.5، عام 1980، جنيه واحد ب$259.5، اللي هي المعاهدة الإسرائيلية للسلام بين مصر وإسرائيل. نفس الشيء أهي ثورة السادات، رفع العيد، دي غير الشكل التاني، 1980، عام 1980، ب$149.5، ب$149.5، بيتخصم حوالي $15 أو $20 منهم، اللي هو العمولة بتاعت الاي بي، إعادة فتح قناة السويس عام 1976 ب$268، دي غير اللي كانت فاتت، اللي فاتت 3 سفن، دي غير دي، عام 1976 ب$268.5، إعادة فتح قناة السويس. تمام، ثورة تصحيح، ثورة تصحيح في مصر اللي هي 15 مايو 1971، بس دي لعام 1977 ب$169.5 للسيدة اللي هي السيدات والشمس، عملة فضية، 1977 ب$169.5. ثورة التصحيح 15 مايو. مصر الإسلامية الطولونية، هارون بعملة خمورية للديار الذهبي، ده دينار ذهبي 285 هجري، عامل $7500، مبلغ جامد جامد فظيع يعني. اللي معاه عملات من دي يكتب لي في التعليق علشان اعمل فيديو للعملات دي، لان العملات دي موجودة ونادرة وبتعمل فلوس كتير جدا يعني، شوف هيقرب على كام يعني، بتاع 200,000. فاللي هيعوز عملات مندي وهيعوز عملات تذكارية تانية كتير يعلق لي ويكتب لي في وصف تحت الفيديو علشان اعرض جميع العملات اللي انتوا عايزينها، وهعرض لكم برضو بعض المجوهرات اللي انا عملتها في الاول. ارجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.